التقطت صور لأحد أسرع السيارات في العالم باغاني زندا نسخة تريكولوري في مدينة دبي، تعود ملكيتها إلى أحد الأمراء السعوديين حسب مصادر التصوير. وتعتبر نسخة تريكولوري هي نسخة خاصة من طراز زندا أطلقتها شركة باجاني عام 2010 احتفالا بالذكرى 50 لفريق الاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الإيطالي، والتي تعني بالإيطالية السهام ثلاثية الألوان، ويبلغ سعر النسخة 6 ملايين و800 ألف ريال سعودي.